بيعت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أغلى لوحة أرقام سيارات في العالم بقيمة تزيد عن 52 مليون درهم، أي ما يعادل 14 مليون دولار. وتمكن مواطن إماراتي يعمل في قطاع العقارات من الظفر باللوحة التي تحمل الرقم 1، وذلك ضمن مزاد خيري أقيم في أبو ظبي. وقد بيع في المزاد ذاته 90 لوحة سيارات تحمل أرقاما مميزة بقيمة 24 مليون دولار.